الساعة تشير إلى السادسة وبعض الثواني، أوفياء الوطنية الأولى متابعي برنامج بتوقيت تونس، أهلا بكم مجددا إلى حلقة اليوم 21 من نوفمبر بعد راحة بالأمس بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف. تهانينا مجددا بالاحتفالات وكثرة المادة الرياضية. نعود اليوم مع أحداث الشأن الجاري والشأن العام التي لا تهدأ. غدا الخميس الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية بعد غلق أبواب التفاوض نهائيا بين الاتحاد والحكومة. نعود على الحدث المنتظر غدا، نحاول أن نفهم معا الأسباب الوجيهة لهذا الطرف الذي يدافع عن الإضراب وذاك الطرف الذي يرى في التوقيت غير مناسب ربما. في موضوع ذي صلة وعلى علاقة بالمقدرة الشرائية، السبب الأول المعلن للإضراب، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة حول تطور مؤشرات الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية، أرقام ومؤشرات على غاية من الأهمية نحاول أن نفهمها معا ومع الخبراء الذين سيكونون ضيفين لنا في الاستوديو. كالعادة للثقافة نصيب، وبه نختم. سنتحدث اليوم على حدث ثقافي مهم، لقاء فلسفي دولي حول الفلسفة وعلاقتها بالفضاء العمومي، وسنستضيف كاتبة ومدرسة للجماليات في الجامعة التونسية لتحدثنا عن هذه العلاقة الملتبسة في الحقيقة ما بين الفلسفة والفضاء العام والرأي العام وعموم الناس في النهاية. أهلا بكم مجددا، نبدأ بالترحيب بزملائنا الأعضاء القارين في البرنامج. على يميني زينة الزيدي وحقيبتها الأخبار، أهلا بك زينة. مساء النور، مرحبا بك مكي، مرحبا سي الحبيب، مرحبا بكل مشاهدي بتوقيت تونس وين ما كانوا يشاهدوا فينا. سي الحبيب على يساري، أهلا وسهلا بك. أهلا بك ومرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. نبدأ مع زينة كالعادة ومنصات وما توفر فيها من أخبار، يبدو أنه أغلبها سياسي نقابي اليوم زينة. تقريبا هي الحقيبة حافلة اليوم. في الحقيبة باش نحكيو على أمطار وسيول من الأمطار تكشف كمية هامة من الألغام والمتفجرات. نحكيو أيضا على مستشار سافر في مهمة فبعث استقالته في مساج، لكن قبلها هات نبداو بالأخبار السياسية اللي أشرت لها أنت مكي. رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب اليوم من البرلمان في مكالمة هاتفية، طلب منهم تأجيل الجلسة العامة اللي مبرمجة غدوة لمناقشة أو للانطلاق في مناقشات مشروع قانون المالية وميزانية 2019. تعليقا على الطلب هذا، رئيس لجنة المالية منجي الرحوي يعتبر هذا طلب فيه تراجع أمام مواجهة مطالب العمال والموظفين بخصوص الزيادة في الأجور. منعرفش كان عندك تعليق سي الحبيب على الموضوع هذا، أو نرجع فيما يتعلق بالزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية. طبعا أكثر تفاصيل باش نرجع لها مكي معاك بعد ومع ضيوفك. طبعا هو باش يكون الطبق الرئيسي اليوم إضراب عام، أكثر من تقريبا 550 موظف تقريبا غدوة في إضراب عام بعد فشل الجلسة الصحية أمس. ومنعرفش لو عندكم تعليق فيما يتعلق بطلب رئيس الحكومة تأجيل الجلسة العامة. مازال ما ردش البرلمان أظن على جلسة الغد نظرا لتزامنها مع الإضراب. رئيس الحكومة والناطق باسم الحكومة أيضا عبر عن هذا الطلب. نعم، لكن قبلها الجديد اللي يجي وأنه غدوة نذكره أنه اتحاد العام التونسي للشغل في إطار الإضراب كان وجه دعوة إلى الاحتجاج أمام البرلمان، وكان طالب الاتحاد البرلمانيين أو نواب الشعب أنهم يتحملوا مسؤوليتهم إزاء الشعب وإزاء الوضع الراهن حاليا. فرئيس مجلس النواب تم الإعلان أنه غدوة يجمع لقاء الماضي ساعة مع رئيس الحكومة لتداول والنقاش في الوضع وفي الإضراب وخاصة الاحتقان في الوضع الاجتماعي. ونذكروا أن الوقفة الاحتجاجية غدوة قدام البرلمان تكون لحدش متاع أصبح. نعم. بالحديث عن نطق رسمي للحكومة، إياد الدهماني يعتبر الزيادة في الأجور يعني بشكل مباشر الزيادة في التضخم، ويقول الحل مش بشرطه هو الزيادة في الأجور. تتواصل في كتلة أجور بالحجم هذا، تقول لي تحسين المقدرة الشرائية أنا معك، ولكن جيب كل الخبراء الاقتصاديين قول لهم شنو التآكل المقدرة الشرائية هو التضخم ولا؟ اسأل أي خبير اقتصادي يقول له هل أنه اليوم زيادة في الأجور ستؤدي إلى تضخم إضافي ولا لا؟ بس سمحني سيد، والإجابة متاعهم باش تكون إيه؟ إيه مثلا لا، خاطر احنا دخلنا مدة 7 سنوات في زيد الماء وزيد الدقيق، زيد الأجور يزيد التضخم، زيد الأجور زيد التضخم. الحل ما يكونش بالضرورة
فقط من خلال الترفيع في الأجور. خبراء الاقتصاد زينا يحكيوا على حلول أخرى، ثم اللي يقول مزيد من رفع الأجور مزيد من التضخم. على كل هذا أفونغو بعد توسعوا أكثر في موضوعنا في علاقة بالبرلمان. حبيب، أن يقف على الحياد أم هو معني بالشأن العام كأحسن ما يكون؟ والحدث غدا الإضراب، ما رأيك؟ الاتحاد العام التونسي للشغل وضع البرلمان، إذا وضع السلطة الأصلية، نعم، أمام مسؤولياتها. يعني ذهاب الموظفين غدوة بطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى البرلمان رسالة سياسية، بمعنى أن نحن لا نذهب إلى القصبة، لسنا في صراع مباشر كما يحب يصفوه البعض على أنه صراع سياسي ربما لإسقاط الحكومة أو للاحتجاج عليها أو لتوجيه رسائل سياسية لها. هنا باش نمشيوا للبرلمان السلطة الأصلية باش نقولوا لهم اللي ثم مشكلة في البلاد. رئيس البرلمان دعا للنواب أنهم يعملوا جلسة عامة تتعلق بهذا الموضوع، دعا رئيس الحكومة إلى حوار في هذا الاتجاه. أتصور أن معناها رسالة رئيس الحكومة كانت فيها ربما جانب من جوانب التنصل والمسؤولية. شو المشكلة إذا كان يكون هو موجود هناك؟ بالتالي نكون أمام سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية ومجتمع، أو بعبارة أوضح منظمة اجتماعية جاية باش تخاطب السلطة التنفيذية والتشريعية. هو موجود سي الحبيب غدوة كما أشرت في أول ما فتحنا الحقيبة، باش يكون الماضي ساعة في لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب، لكن اللي طلب تأجيله هو الجلسة العامة، نعم، قانون المالية وميزانية. نعم، أنا نعتبر أنه هذا ينجم يكون فيه جانب من جوانب التهرب. خليها تكون جلسة عامة للحوار حول الميزانية وفرصة باش رئيس الحكومة يقدم رؤيته وتصوره، والنواب في نفس الوقت يستمعون إلى رئيس الحكومة ويرون الاحتجاجات خارج البرلمان. على كل هو الآراء تختلف، ربما الرأي أنه بدء مناقشة قانون المالية يكون في أجواء ربما أكثر إيجابية وبعيدة عن أي توتر، هذا في جو إضراب يعني. حتى اليوم كان تبعته الجلسة العامة في البرلمان، برشا من النواب طلبوا أنه يغيروا في البرنامج متاحة ويكون تخصيص جزء كبير في البداية للوضع الرهن وللوضع الاجتماعي والإضراب غدوة. ربما هذا يكون سبب من أسباب إلغاء الجلسة بطلب من رئيس الحكومة. نرجع لكم على موضوع كنا حكينا فيه في الحقيبة وكنا حكينا فيه في طبق رئيسي أيضا في بتوقيت تونس، فيما يتعلق بتصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اللي كان اعتذر مؤخرا وقال راني ما نقصدش في حق الوزراء اللي غادروا، فيما يتعلق طبعا بتصريحاته الفيتو اللي قال عطيت فيتو على بعض الوزراء بتهم او بشبهات فساد تتعلق بهم. اليوم القيادي في نداء تونس عبد العزيز القطي رجع على تصريحات راشد الغنوشي وانتقدها بشده، ويقول دافع ايضا خاصه عن بعض الوزراء اللي غادروا، وبشكل خاص دافع عن وزيري العدل ووزير املاك الدوله السابقين. الجريبي علاش قام عليه الفيتو؟ مش على خاطره فاسد، حشيه رجل معناها متميز ورجل نظيف ورجل استغل معناها وأدى دور كبير معناها للبلاد هذية، أما لكن لأنه رفض بأن يتعطى عفو لمصطفى خضر سي كرشيد اللي خدم كرشيد. البلاد سي مبروك كرشيد اللي قام بدور مهم مسترجع أراضي، والرجل نشوفه فيه كيفاش معناها يخدم، والإضافة اللي قدمها في الحكومة هذية علاش تاعها؟ لأنه كان عنده موقف العدالة الانتقالية، لأنه قال كلمة حق في هالمنظومة الإجرامية. الموضوع واضح من اللي ظهر هذا الموقف سيكون له ما بعد، الصفحة لم تطوى بعد على ما يبدو. هذا يدافع وهذا يفند وهذا يفسر ما قاله رئيس الحركة. الموضوع ما زال عنده استتباعات حبيب؟ في مشهد سياسي فيه صراع صحيح. بطبيعة الحال تخطئ اتصاليا تتحمل مسؤوليتك، كل واحد يستثمر في الاتجاه اللي يحبه. أنت تعتبره خطأ اتصالي يعني ما جرى؟ أنا أعتبر أن أخطأ، والدليل على ذلك أنه اعتذر وسحب. هل كان خطأ اتصالي أم كان موقف حقيقي ولكنه موقف ما كانش يحب يعبر عليه علنا يعبر عليه مع الكتلة متاعه؟ خرج للأطراف السياسية. سي القطي هو طرف سياسي آخر يستثمر أخطاء الخصم وينجم يمشي بها أبعد مما نمشي أبعد مع زينة. الحديث على زوز خصوم، علاش كنت تبعتوا اليوم الاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي كانت عملتها إمراد كونسلتينج واللي نشرتها بشراكة مع جريدة الصباح الصدر اليوم، إنه شهري هو فيما يتعلق بالأحزاب. طبعا نسبة التصويت ونوايا التصويت في صفوف الشباب ما زالوا لليوم ما يعرفوش، وفما
يعني قطيعة كلية ربما من نسبة كبيرة من الشباب ضد الانتخابات القادمة مهما كانت الأحزاب، لكن في علاقة بزوز أحزاب بما أن حكينا عن النهضة والنداء، النهضة النداء تتقدم في آخر الاستطلاعات رأي بفاصل ربما عن حركة النهضة بعد ما كانت متراجعة بشكل كبير في استطلاعات رأي السابقة. حتى نمشيو لوزارة الشؤون الدينية، وبعد اتهامه بتبييض الأموال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم يقول أنه يتعرض لحملة تشويه خطيرة ضد وزارة الشؤون الدينية أيضا. الصفحات ساعات على صفحات التواصل ولا نقى بعض صحف اللي هي الحقيقة عناوين مثيرة جدا، هذا هو المقلق في هذا. لو أنت ممكن تقرأ العنوان هو اللي يثير المسألة دي، ممكن كي تقرأها بعد في مضمونه أنا من نحكيه فيه وأنا من بتفسره فيه. أما وقت اللي يقول وزارة الشؤون الدينية جهاز لتبييض التطرف ولا لتبييض أموال، الحقيقة كلمة كبيرة، كلمة كبيرة برشا. ومعناتها وين قلت لهم الحقيقة ممكن ما حقنيش نشنج شوية، أنا وقت ايش قلت؟ قلت كفانا تجنيا وكفانا اتهامات، هذا ايش قلت الحقيقة؟ وقلت اليوم تنقدني من نسمعك، تنقدني وتعطيني دليل على ما نعم فيه. دائما في الجانب الاتصالي حبيب، وزير الشؤون الدينية يبدو صرح تصريح، هناك من اقتنص هذا التصريح واعتبر أو اعتبروه يدعو إلى تبييض الأموال. الكلام خطير جدا ومهم في هذه اللحظة الملتبسة ربما. خطيرة التهمة زادة، لأنه تتوجه إلى حكومة بتهم مسؤول في حكومة بتهمة التبييض، فهذا معناها يعتبر تهمة أقصر. وزارة الشؤون الدينية أين كان عضو في حكومة يعني، بالتالي مثل ما يجب أن نترصد الخطأ، وهذا دور الإعلام للنقد حتى ينضبط المسؤول السياسي في حديثه، مثل ما يجب أن يكون أيضا هناك حد في عندما نوجه التهمة يعني، ونلا نتحمل فيها مسؤوليتنا. خاصة توا زينة وحبيب في ظل وجود منصات التواصل الاجتماعي، قبل تصير زلات اتصالية، هي مش زلت مرور الكرام زينة ما نشوفها، مش زلت اتصال فقط. وحسب كانت وضحت وزارة الشؤون الدينية ووضح أيضا وزير الشؤون الدينية يقول وأنه الجدل هذا اللي صاير واتهامه بتبييض الأموال في علاقة بالكويتيين. دونك وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم يقول راني قدمت مقترح، يعني هو كان قدم مقترح للكويتيين اللي أعلنوا استعدادهم أنه باش يساعدوا تونس على المستوى الشؤون الدينية من خلال يعني قبلوا مشروع أنه يبنيوا معهد للتكوين، معهد لتكوين الإطارات الدينية، وأيضا يبنيوا مسجد هما اللي يتكفلوا به على أرض، طبعا قطعة أرض مملوكة ومرسمة في الملك العمومي للمساجد. يقول يعني هذا رو ما يعتبرش تبييض أموال، والقيمة متاع المشاريع هذه هي 14 مليون دينار. توضيح احيانا لا يصل بالشكل المقصود، ربما نقدموا هي التصريح اللي فهموا به، لكن ما نعرفش فما توضيح كيفاش باش يتفهم. هذول كنا فهمناه بشكل واحد وحيد، سافر في مهمة رسمية تابعة للعمل فحرق ألمانيا وبعث استقالته في ميساج. رئيس بلدية هو مستشار، هو مستشار عضو مجلس طبعاً بلدي. عضو مجلس بلدي. فرئيس بلدية رادس فتحي بن حميدة يأكد أنه المستشار وعضو مجلس البلدي قرر أنه يبقى في ألمانيا بطريقة غير شرعية وبعث لهم الاستقالة في SMS. مشاه هو بعد مدة ما رجعش، قلنا بتاتر مش يزيد نهارين ثلاثة توريزم يفتنم الواحد يا أخي. بعد بعث يوم 9 نوفمبر بعث الاستقالة متاعه وقارني مع شعرش لا وفما إجراءات معناها تصير قاعدين قايمين بها. عملنا مجلس خطري نعلم المجلس وبعد الاستقالة متاعه متاع المجلس نبعثها للسيد الوالي، والسيد المجلس عملناها يوم الاثنين هذا نحن من ذلك تم إجراءات اللي نحترمها، وسيد الوالي حسب الإجراءات مش يعلم لي ذي. السيد هو عنده الباك، عنده الباك وقاعد يخدم في خدمة في مطبع معناها يخدم عادي، ما عرفتش بالضبط، ما حسب ما ياخذوا 400-500 دينار في الشهر، واموره معناها عادية، عنده ورق واموره بريك العمل فيزا عادي كل شيء عادي معناها. تو اذا ناوي على الحرق علاش بترشح من اصله؟ وين يا اخي نصنفوه هذه يا حبيب وزينه؟ في المضحكات، في المبكيات، في الزوز معا؟ قبل كانت حرقه الرياضيين مثلا، يخرج في وفد رياضي يعجبوا الوضع يقعد معناها، هذا يلوج على حرقه قانونيه معناها مضمونه. وكان لكن هو مشى في حلقه قانونيه، هو مشى يخدم رجع الوفد، هو بعث اي هو مشى في وفد في وفد كان ينجم لو كان وحده ما يمشيش، اما ما دام في وفد مشى فرصه القاها غادي عجبته المانيا. سؤالي علاش ترشح من اصله؟ هو عمره 35 عام فقط. الساحه السياسيه دخلوا لها برشا انواع، منهم البطاله ومنهم
منهم مترشح عن قائمة مستقلة كي دخل في الانتخابات أما غيرنا زينة زادة قد يقول أن هذه رسالة أنه إذا المسؤول يفكر في الحرقة فما بالك بالناس العاديين اللي ظروفهم صعيبة أيضا هناك من بررها أيضا الحرقة متاعه لا هو مسؤول ما يخلصش 500 دينار فقط ومعناها مش برشا ظروفه صعيبة فمهما كان مش مبرر كي تاخذ منصب تمشي تحرق على كل مسؤول ديما مطالب انه يعطي المثل ولو هو علاش الطبقه السياسيه يلزم نرشدوها حتى النشاط الجمعياتي والنشاط السياسي بصراحه معناها ولا مجال للناس كل فما شروط معناها نتصور فما برشا تحفظات على عمل البلديات الجديده مؤخرا يعني المنتخبه حديثا فما برشا تحفظات النقد يظهر برشا في اكثر من بلديه وهوني وزير الشؤون المحليه والبيئه علق قال احنا قاعدين نثبتوا الأخبار الصحيح ولا مش بش يرجع بالرسمي واعتبروا أنه هذا مش إهانة فقط للدولة بل إنها أيضا إهانة لليمين اللي كان أديه المستشار هذا سكروا الملف الوطني ونمشيوا لأمطار الكويت الأخيرة سيول الأمطار الأخيرة كشفت ألغام ومتفجرات البارح عددها 48 لغم واليوم وزارة الداخلية الكويتية أيام الغزو العراقي نقوله بالضبط اليوم وزارة الداخلية الكويتية أعلنت تلقي 20 بلاغ جديد على 20 قنبلة أخرى ولغم جدد وشيء اللي خليهم يلغيوا موسم التخييم اللي من المفروض كان ينطلق اليوم هذا واجب ورينك شو منكسر يا رياجي شوف الكارتير شو ننكسر هذا اللغم الثاني اللغم الثاني هذا موجود وننطر إن شاء الله يتجه الهيئة تفجر هي الحرب على كل حتى إذا تحبوا ننسوها ترجع ديما تذكرنا وتترك حتى الحرب العالمية والثانية إلى اليوم يلقاو ألغام وتصر على أن تذكرنا بوجودها الحرب نعم بيب. الألغام التي غرست في الأرض كما غرست في القلوب كما غرست في الذاكرة وبين عرب هذه ألغام العراقي 1990 نعم. تعود تظهر في 2018 من جديد وبهذا أغلق الحقيبة شكرا لك زينة نرجع غدوة مع أخبار أخرى بالتأكيد أصداء الحدث المنتظر غدا أكيد ستعج بها مواقع أكيد. التواصل الاجتماعي الإضراب اللي أكيد باش تناولوه كموضوعنا الأول اليوم 650 ألف موظف في الوظيفة العمومية يدخلون غدا في إضراب عام مش كلهم بالتأكيد ونشوفوا نسبة المشاركة وعناوين الكبرى لهذا الإضراب هو الدفاع عن المقدرة الشرائية اللي دهورت في ظل نسق متصاعد للزيادات في الأسعار وأيضا المطالبة بتحسين ظروف العمل إضافة إلى رفض الاتحاد ما أسماه بسياسة ليبرالية مفروضة من صندوق النقد الدولي لمحة أولى عن هذا الجدل العام في هذا الموضوع المهم من خلال تقرير لأيمن العبيدي ونعود